أذهب مباشرة إلى كلمة المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء يحيى سريع. التي وثقتها عدسة الإعلام الحربي في هذه الجبهة وفي هذه العملية، عملية البنيان المرصوص. وسنختم إن شاء الله هذا المؤتمر برسائل تحذيرية لقوى العدوان، وستكون هامة إن شاء الله. أولا، طبيعة العملية وأهدافها. شهدت منطقة نهم عمليات عسكرية تصعيدية للعدوان ومرتزقته، الأمر الذي فرض على قواتنا التعامل بجدية مع هذا التهديد وهذا المسار العدواني الذي كان يستهدف المنطقة والعاصمة صنعاء التي تشكل أهمية استراتيجية لدى العدو. بدأت عمليات قواتنا في التصدي الحازم للتصعيد العدواني، وعلى وقع النجاح في عملية التصدي مضت قواتنا نحو تنفيذ عملية هجومية معاكسة على طول الجبهة المشتعلة في منطقة العمليات. الهدف الأساسي من عملية البنيان المرصوص كان ردع قوات العدو ودحرها من المنطقة، وهو ما يعني تأمين المنطقة بشكل كامل، أي مديرية نهم، إضافة إلى إفشال المخطط العدواني الذي تمثل في الهجوم الواسع على قواتنا والتقدم إلى المناطق المتاخمة للعاصمة صنعاء. كانت المعلومات الاستخباراتية لدى قواتنا تؤكد أن العدو استعد لهذه العملية الهجومية منذ عدة أشهر، وأن هدفه الوصول إلى أقرب نقطة يتمكن من الوصول إليها باتجاه العاصمة صنعاء. ثانيا، قوات العدو. دفع العدو بتشكيلات مختلفة من قواته إلى منطقة نهم خلال السنوات الماضية، لدرجة أن هذه المنطقة كان بها 17 لواء عسكريا وعدد من الكتائب، ونقل إليها عتاد عسكري مختلف من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. منطقة عسكرية بالكامل، وهي المنطقة السابعة في مسميات العدوان، تابعة للعدو، كانت تتمركز في منطقة نهم. كذلك قوات خاصة من دول العدوان كانت تتولى أو تتمركز في المنطقة وتشرف على العمليات. كذلك أعمل العدو على إنشاء تحصينات تعمل على إعاقة تقدم قواتنا. الخارطة توضح مواقع ومعسكرات العدو في المنطقة قبل تحريرها، كما هو واضح أمامكم في الشاشة، يتضح عدد الألوية وانتشارها حيث تعبر عن شكل هجومي باتجاه العاصمة صنعاء في منطقة نهم. وهذه الألوية منتشرة أمامكم كما هو واضح في الشاشة، حيث يظهر اللواء 125 واللواء 72 وكذلك اللواء 310 وكذلك اللواء 314 وكذلك اللواء 133. هذه الألوية كلها من مسميات العدوان، وما يسمى باللواء 29 ميكا، وكذلك لواء الحزم، وكذلك لواء حفظ السلام، وكذلك لواء الأول مشاه وقيادة المحور مع كتائب البرح والأول مدفعية كما هو واضح أمامكم هنا، وكذلك اللواء السابع واللواء 141 وكذلك اللواء 100 اللواء 81 والإسناد الشعبي والكتائب الأخرى مثل كتيبة المجد وكتيبة ريان وكتيبة الشدادي وكذلك كتيبة مجوحان وكتيبة الاستطلاع والكتائب الخاصة وكتائب المهام. وهناك أعداد كبيرة لا نستطيع حصرها في هذه اللحظة، هناك عدد كبير من الكتائب منتشرة أمامكم من اتجاه الجوف وكذلك باتجاه سرواح، وهذا هو القلب، وهذه هي فرضة نهم واضحة أمامكم، القلب الذي كان يتحرك من العدو باتجاه مناطق صنعاء وكان يريد التحرك للوصول إلى العاصمة صنعاء. كان العدو رغم هذه القوة العسكرية الكبيرة يستند إلى الطيران الحربي للعدوان. خلال السنوات الماضية تعرضت نهم لآلاف الغارات، قدم أبناء نهم العشرات من الشهداء من الرجال والنساء والأطفال، إضافة إلى ما أصاب من ممتلكاتهم من تدمير متعمد من قبل العدوان وأدواته. ثالثا، مسارات العملية. منطقة نهم من المناطق الجبلية وتضاريسها معقدة، وبالتالي دفعت قواتنا خلال الأيام الأولى للمواجهات بوحدات متخصصة تعزيز للموقف القتالي لقواتنا. بعد التصدي الناجح لهجوم قوات العدوان، بدأت قواتنا في تنفيذ عملية عسكرية هجومية توسعت على وقع انهيار الخطوط الأمامية للعدو، حيث تقدمت قواتنا باتجاه المرتفعات الاستراتيجية. نجحت قواتنا بفضل الله في تنفيذ المهام العملياتية خلال الساعات الأولى من تنفيذ العملية، قبل صدور التوجيهات من القيادة
بتطويق قوات العدو من عدة مسارات شرقية وغربية. تبع ذلك تفعيل مسارات هجومية في قلب الجبهة. تمكنت قواتنا خلال الثلاثة الأيام الأولى للعملية من تأمين معظم منطقة نهم أو جبهة نهم، منها كافة المواقع الحاكمة في الجبهة. كان هجوم قواتنا من أربعة اتجاهات رئيسية، وكل اتجاه تفرع منه عدة مسارات. وخلال تنفيذ العملية حرصت قواتنا وبموجب توجيهات القيادة على الآتي: إطباق الحصار من خلال عملية تطويق شاملة، مع الحرص على فتح عدة مسارات لفرار أكبر قدر ممكن من قوات المرتزقة. الضغط العسكري على كافة المواقع والمعسكرات التابعة للعدو لإجبارها على التسليم، مع الحرص على أرواح اليمنيين فيها، لا سيما الذين أبدوا استعدادهم لترك المعركة. نجحت قواتنا في التعامل مع قوات العدو من خلال الاشتباك والالتحام المباشر بعد أن منحتها قواتنا فرصة المغادرة والفرار. كانت قواتنا بعون الله من تطهير وتأمين مديرية نهم خلال الأيام الأولى للعملية. على وقع انهيار قوات العدو استمرت قواتنا في تقدمها إلى ما بعد مديرية نهم. من واقع حرص قواتنا على أرواح المرتزقة تمكن الآلاف منهم من مغادرة منطقة العمليات خلال الأيام الأولى، ولم تتعامل قواتنا إلا مع المرتزقة الذين استمروا في المواجهة. في الأثناء تمكنت قواتنا من قطع خطوط الإمداد على قوات العدو ومستفيدة من مواقعها المتقدمة القريبة من مدينة مارب. رابعا، معادلة الردع للتصدي للطيران الحربي للعدوان. التصعيد العسكري للعدوان في منطقة نهم تمثل في محاولة الهجوم على قواتنا والتقدم إلى مواقع مهمة، وكذلك في شن طيران العدوان الحربي غارات عدة على قواتنا، حيث بلغت غارات العدوان أكثر من 250 غارة جوية حتى هذه اللحظة. بعد نجاح قواتنا في التصدي للهجوم المعادي ونفذت هجوما معاكسا، شاركت وحدات من قواتنا منها الدفاع الجوي بعملية البنيان المرصوص، وكان لمنظومة فاطر وغيرها من المنظومات دورا مهما في إرباك الطيران الحربي وإعاقته عن شن الغارات. بعد تفعيل منظومة الدفاع الجوي لجأ طيران العدوان الحربي إلى شن غارات من ارتفاعات عالية حتى لا يتعرض لصواريخ منظومة فاطر والمنظومات الأخرى. نجحت منظومات الدفاع الجوي في تنفيذ أكثر من 25 عملية تصدي وإجبار وأجبرت العدو على المغادرة. استمرار الغارات على منطقة العمليات دفع قواتنا إلى الرد الحاسم، وكانت توجيهات القيادة واضحة في ضرب منشآت وقواعد عسكرية سعودية. دكت القوات المسلحة عبر قواتها الصاروخية وسلاح الجو المسير عددا من مطارات العدو المستخدمة لأغراض عسكرية، منها مطارات في نجران وجيزان، إضافة إلى دق قاعدة خميس مشيط بعدد من الصواريخ. كانت العمليات الأولى من الضربات الصاروخية وعمليات سلاح الجو المسير عبارة عن عمليات تحذيرية فقط. ونعرض لكم الآن بعض مشاهد الوصول للصواريخ البالستية في منطقة نهم وكذلك في بعض مناطق مارب والجوف. أيضا أدى استمرار الغارات الجوية إلى ضرب هدف اقتصادي هام تابع لشركة أرامكو مع هدفين حساسين في عمق العدو. دور كبير لقوات الدفاع الجوي وكذلك القوات الصاروخية والسلاح المسير في ترجمة توجيهات القيادة المتعلقة باستراتيجية الردع. عدد عمليات سلاح الجو المسير على أهداف الداخل والخارج تجاوز 41 عملية 41 عملية، وعدد عمليات القوة الصاروخية على أهداف في الداخل والخارج 21 عملية. ومن ضمن هذه العمليات 26 عملية استهدفت مطارات أبها وجيزان
ونجران وقاعدة خميس مشيط وشركة أرامكو وأهداف حساسة في العمق السعودي. وكانت هذه الضربات للمسير وكذلك للصاروخية ما بين 25 وحتى 30 من الشهر الحالي يناير. نستعرض لكم الآن بعض المشاهد لإطلاق دفعة من الصواريخ البالستية باتجاه الأراضي السعودية خلال الأسبوع الماضي كما هو واضح أمامكم في الشاشة. كانت النتائج الأولى للعملية العسكرية النوعية البنيان المرصوص كما هو في النحو التالي على النحو الآتي: انهيار كبير في صفوف قوات العدو وفرار الآلاف من المرتزقة الذين استفادوا من سماح قواتنا لهم بالفرار وترك المعركة، تأمين كامل منطقة نهم أو مديرية نهم. وكان هذا هو الإنجاز الأكبر لقواتنا خلال الأيام الأولى للعملية بما يحمله هذا الإنجاز من نتائج على كافة الأصعدة: وصول قواتنا إلى مفرق الجوف، وتقدم قواتنا إلى محافظة الجوف والالتحام بالقوات المتقدمة هناك في نفس المنطقة، والبدء بعملية هجومية أخرى لتحرير مناطق في محافظتي مأرب والجوف، تكبيد قوات العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، اغتنام عتاد عسكري كبير. حاول العدو إعادة تجميع قواته في خط دفاعي آخر للتصدي لقواتنا بعد تقدمها، إلا أنه فشل في ذلك. حررت قواتنا خلال الأيام الأولى من العملية مساحة تقدر ب 800 كيلو متر مربع طولا وعرضا، معظمها مواقع استراتيجية ومرتفعات مهمة في محافظة في مديرية نهم، قبل أن تتمكن بفضل الله تعالى من تحرير مناطق أخرى في محافظتي مأرب والجوف إضافة إلى نهم في صنعاء، لتصبح المساحة الإجمالية أكثر من 2500 كيلو متر مربع طولا وعرضا. الآن سننتقل إلى الخارطة لمنطقة العمليات بعد تقدم قواتنا وقبل تقدم قواتنا. يلحظ في المنطقة الخضراء الآن كما هو في الإسقاط الجوي الواضح، يظهر لكم محافظة مأرب والجوف وكذلك صنعاء ومديرية نهم. الآن ستظهر المناطق التي تم السيطرة عليها من قبل قواتنا، هذه المنطقة الحمراء قبل التقدم، الآن المنطقة الخضراء بعد أن تم تطهيرها من قبل قواتنا، وهي مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 2500 كيلو متر مربع كما هو واضح أمامكم، امتدادا من مديرية سرواح ومرورا بنهم بالكامل مع مفرق الجوف ووصولا إلى العقبة في الجوف، وكذلك مرورا بمديرية المتون والمديرية الأخرى كالغيل والمصلوب وكذلك مجزر في محافظة مأرب. كل هذه المنطقة الخضراء تم تطهيرها بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى أيدي رجاله المؤمنين المجاهدين. يلحظ أيضا مستوى قرب قواتنا من مدينة مأرب، ويلاحظ أيضا أن منطقة الحزم أو مدينة الحزم أصبحت مناطق اشتباك مع بعض مناطق في مديرية المصلوب وبعض المناطق مثل معسكر ماس وغيرها. الموقف الوطني لأبناء قبائل مأرب وكذلك قبائل الجوف وقبل ذلك قبائل نهم ساهم بشكل كبير في تحرير مديريات مزر بمناطقها براقش والصفراء بمحافظة الجوف وكذلك مديرية المتون من نفس المحافظة، إضافة إلى أجزاء واسعة من مديريات مدغل بمأرب ومديريتي الغيل والخلق بالجوف. أصبحت مديرية الحزم التي تتضمن عاصمة محافظة الجوف منطقة مواجهات، وكذلك بعض أجزاء من مديريتي الغيل ومدغل بمأرب. عززت قواتنا مواقعها المتقدمة القريبة من مدينة مأرب. دحر منطقة عسكرية بالكامل كانت تتمركز في جبهة نهم، قوامها 17 لواء عسكريا وعدد كبير من الكتائب العسكرية، اغتنام عتاد عسكري كبير منها أسلحة ثقيلة ومتوسطة. الآن ننتقل إلى الإحصائيات الأولية لخسائر العدو. القتلى أكثر
بلغ عدد القتلى والمصابين والأسرى أكثر من 3500 قتيل ومصاب وأسير، بينهم 1500 قتيل، ولا زالت معظم الجثث في منطقة العمليات، وبين القتلى عدد كبير من القيادات من مختلف المستويات. وبلغ عدد المصابين 1830 بحسب المعلومات الاستخباراتية، وهناك المئات من الأسرى، كما أن عدد القتلى والجرحى من ضربات سلاح الجو المسير وكذلك الصاروخية أكثر من 430 قتيل ومصاب. ونظرا للعدد الكبير من القتلى وجهت القيادة بتشكيل لجان للتعامل الإنساني والتوثيقي مع كافة الجثث في منطقة العمليات. أدت ضربات القوى الصاروخية وسلاح الجو المسير للقواعد العسكرية والمنشآت الاقتصادية السعودية إلى أضرار كبيرة وبالغة عندما أصابت تلك الأهداف. وبعد الحديث عن عملية البنيان المرصوص في نهم ومأرب والجوف، ننتقل من الحديث بالكلمة إلى الحديث بالصورة، وننتقل الآن إلى الشاشة لنعرض لكم أولا المشاهد الأولى، تظهر جانبا من استعداد قواتنا القتالية، الوحدات القتالية لقواتنا لإسناد قواتنا في التصدي للتصعيد العدواني بنهم وتنفيذ هجوم عكسي على إثره. هذا المخطط يظهر التحرك لأبطال الجيش واللجان الشعبية. هؤلاء هم أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون لاقتحام مواقع العدو. الآن هذا يظهر قواتنا وهي تتحرك الآن للتحرك للتصدي لقوى العدوان وكذلك شن عملية معاكسة. طال الجيش واللجان الشعبية مقتحمين الجبل الذي يطل على معسكرنا. هلا أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون إلى قطع خطوط أمداد العدو. هم أبطال الجيش واللجان الشعبية يتقدمون لاقتحام وادي ملح. المجاهدين الآن يواصلون التقدم، سوف يتم الآن اقتحام هذه التباب. يبدأ الآن التمشيط العسكري لقواتنا على مواقع المرتزقة وعلى ثكناتهم العسكرية. كل وحدات القوات المسلحة شاركت في هذه العملية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها. فما رميت هذا رميت ولكن الله رمى يا الله سدد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ضربات الجيش واللجان الشعبية على أمن هذا. جبل المنارة يعتبر من أهم الجبال الحاكمة في مديرية نهم، وعندما تم تحريره سقطت أغلب الجبهة في المديرية. الله أكبر، الموت لأمريكا. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل. هؤلاء هم المجاهدون يتقدمون يا ربي لك الحمد. الآن يبدأ الالتحام المباشر مع قوات العدو. هذه بعض معسكرات العدو تظهر أمامكم. وهم الجيش واللجان الشعبية يتقدمون. شردوا يا ربي لك الحمد. هذه بعض مشاهد الفرار لقوات العدو وهم يهربون أمام ضربات أبطالنا. الشعبية تقوم باستهداف
مواقع في المنار. وهذا الطقم يلوذ بالفرار من مكان الضربة. هذه بعض مجاميع العدو وهي تلوذ بالفرار بعد أن سمحت لها قواتنا بمغادرة المنطقة. بالعشرات بالعشرات يا مؤمنين شردوا. هؤلاء المرتزقة والمنافقون يلوذون بالفرار من جبل المنارة من السيف الغربي. مسير مسير خارجين. يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد. المرتزقة شاردين فوق الطق. لا حتى رضي يريع لمرتزقته. هذه آليات قوى العدوان وهي تهرب وتلوذ بالفرار من منطقة العمليات باتجاه مأرب. ملان قتلة يا مؤمنين قدوا ملان قتلة ملان قتلة. شردوا 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 يا مؤمنين لك الحمد يا رب لك الحمد. والعدوان كان قد يعني قامت بشق خطوط امداد الى هذه المناطق الوعره كما تشاهدونها امامكم وقامت بتحصينها وعملت فيها لسنوات عديده لاكثر من 4 سنوات وهي تعمل في هذه المناطق. هؤلاء اطقم المنافقين يلوذون بالفرار. هم يشردون يا رب يا الحمد. هذا المرتزق شاردين شردوا شرد. هذا آلية المرتزقة المنافقين تشرد. فرين يا ربي لك الحمد فرين فروا 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 يا ربي لك الحمد شردوا شردوا. هم المجاهدين يقومون بالتقدم لقط خط هذا أوادي تابع المرتزقة. قومات العدو. هذه بعض الضربات للمدفعية وهي تضرب بعض المعسكرات والسكنات لقوى العدوان. فروا 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 فارين المرتزقة والمنافقين فارين. هذا المرتزقة والمنافقين يفرون. الآن المجاهدين يواصلون المسار الاقتحام جبل المنارة وجبل الفلاح. هؤلاء المجاهدين وصلوا رأس المنارة. يردوا يردوا على الله. المنافقون يشردون في تبة المنارة في جبل المنارة. يا ربي لك الحمد لك شكر يا الله. الآن يلوذون بالفرار. ها هم يلوذون بالفرار بعون الله. هؤلاء مرتزقة العدوان السعودي أمريكي يفجوا. هؤلاء مرتزقة العدوان السعودي يقومون بالفرار. الجيش والجنة الشعبية. يظهر طيران العدوان وهو يقوم بالمشاركة في هذه العملية ويستهدف أبطال الجيش واللجان الشعبية لإعاقتهم عن التقدم. يقوم بإسناد المجاهدين يوصلون الآن إلى دشام المرتزقة والمنافقين خلف المنار. يا خيام المرتزقة والمنافقين تحرك تحرك. المجاهدين يحرقوها بفضل الله وعونه. يا ربي لك الحمد في تبت المنارة يا الله. هذا أحد المرتزقة يسلم نفسه إلى أبطال الجيش واللجان الشعبية. سيظهر الآن بعض المشاهد للأسرى فرادى وجماعات وكيف التعامل الإنساني من قبل قواتنا مع هؤلاء الذين خدعوا وزج بهم العدوان إلى هذه المعارك التي لا نجا لهم فيها ولا جمل ويقاتلون أبناء وطنهم وشعبهم. ما يضرب عليك توطأ. الآن يضرب العدو على هذا الذي قام بتسليم نفسه لمحاولة قتله وثنيه عن الاستسلام. 23 تم أسلم قوى أبطال الجيش الشعبية في جبل المنارة والمنصف. اسمك يا عم؟ عبد الله محمد أحمد الحوزان. أيوه تبعي الوند. ماشي تبعي كان تبعي تبعي بس قوى 103 قصتك البيت بنت عسكر في 103 هذا. يلا سير. هذا واحد الجرحى من يتم التعامل مع الأسرى بإنسانية كبيرة كبيرة جدا وبأخلاق عالية من قبل قواتنا. هذه هي الأماكن التي كان يتواجد فيها مرتزقة العدوان السعودي وهذه هي الذخيرة. هذا هو المرتزق المنافق الذي تم صراحه في جبل السيف. لا
وهنالك العديد من الجثث. الآن ستظهر لكم بعض الجثث والخسائر في هذه العملية، عملية البنيان المرصوص، وهي أعداد كثيرة جدا لم تستطع كاميرا الإعلام الحربي حصرها لانتشارها في الوديان وكذلك في الشعاب والمناطق الوعرة في هذه المنطقة في جبهة مهن. وهذا أحد المرتزقة، هذا أحد قتلى المرتزقة المنافقين في جبل السيف، هذا أحد الجرحى المرتزق الذي تم جرحه في جبل السيف. هم المجاهدين يتقدمون الآن ويطهرون ما تبقى من فلول التواعش والمرتزقة في وادي ملح. أبطال الجيش والجان الشعبية يقومون بالدفاع عن العدو من خلفه. يظهر عمليات الالتحام المباشر لأحد أبطال الجيش واللجان الشعبية مع قوات العدو. هذه بعض الآليات لقوات العدو وهي تهرب باتجاه محافظة مأرب وبأعداد كبيرة. كما نلاحظ في المشاهد كيف حولوا المرتزقة وقوى العدوان بيوت المواطنين ومساكنهم إلى ثكنات عسكرية. مدرعات بالعشرات يا ربي يرحمهم، هذه مدرعات العدو تشرد من وادي ملح ومن نصر لا من عند الله. هؤلاء المرتزقة يولون بالفرار يا ربي لك الحمد ومن نصر لا من عند الله. هذا هو الطيق مقتل ابوهم شارد، يا الله لك الحمد. هذا معسكر ملح الان احنا مطلين عليه ومقتحم منه من كل اتجاهات. في قاع السيدره على تبه الحمره وهذه وادي ملح. هذا احد المعسكرات التي تم السيطره عليها لقوى العدوان في وادي ملح. الله يوصلنا الى معسكر المرتزقه، حيث يعتبر وادي ملح خلفيه، كانت خلفيه لقوى العدوان. هذه يقتحمون احد مواقع المرتزقه في جبهه نهم. بالامان يا ربي لك الحمد. فهذا هو وادي ملح وهذه هي معسكراتهم، تركوها ولا هاربين. هؤلاء هم المجاهدين مقدمين إلى معسكرنا. هذه دباباتهم. الله يا رجال الله. أبطال الجيش واللجان الشعبية يقتحمون الموقع الثاني للمرتزقة. هم أبطال الجيش واللجان الشعبية تمت السيطرة بعون الله وفضله. انطلقة، هم يهربون يولون التبر، يولون التبر بعد أن حرقوا مكانهم. الآن المجاهدين يحكمون الطوق ويحكمون السيطرة على هذا الوكر وهذا المركز القيادة. يلا يلا يا مؤمنين الله يكتب جوركم. جاهدين الآن يأسرون من تبكى من التواعش. وهذا دباباتهم تحرق بفضل الله. يا الله لك الحمد ولك الشكر. وهذا دباباتهم تحرق. وهذا مدرعاتهم طايرة. بايدور شرد 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 شرد. Thank you.
شردوا يا ربك الحين شردوا. تم السيطرة على المسجح بالكامل. بعدهم بعدهم يا رب لك العام دحين تلاحقهم بالوسائل حقهم. هذا الغنائم من حقهم الدبابات، وهذا جثث المرتزقة انهاربين، وهذا أحد جثث المرتزقة. من نصر الله من عند الأحد بوابة المسجح. هذه غنائم، غنائم المرتزقة. ها والله اللي بين أشحن في حقهم، نجح جهازي ما أسوي والله ما أشحن لا عندهم. يا الله زد حول بطارية لعشيبة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. جت الطواعس والمرتزقة زلعة. هذا بطاقة، هذا هو خط الأمداد الذي تم قطعه على المرتزقة المنافقين. ما زالوا المجاهدين يقتحمون كما تشاهدون. هذا هو معسكر، ما يسمونه معسكر الفضة. الآن يظهر أمامكم معسكر الفرضة وعدد قوات العدو المحاصرة في المعسكر والآليات والمدرعات، حيث يعتبر من أهم المعسكرات في مديرية نهم. هذا أحد الأطقم العسكرية أو الآليات العسكرية التابعة للعدوان، بعد أن وهي تولي هاربة سقطت من رأس الجبل في مشهد كبير ومشهد مؤلم لقوات العدوان أن يصل بها الحال إلى هذا المستوى. الآن يتم تطويق معسكر الفرضة من جميع الاتجاهات ويتم السيطرة عليه بفضل الله سبحانه وتعالى. فارين يا مامي، فارين فارين فارين، أربعة 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 ثلاثة. هذه آلاش العدو تولي بالفرار. يا ربي لك الحمد يا الله. شردوا 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 شردوا. هذا العدو مشط بالهوانات. هلا كما تشاهدون ضربة الجيش والجان الشعبية على المعسكر. شردوا يا الله لك الحمد يا الله لك الحمد. هلا ضربة الجيش والجان الشعبية يقتحمون المعسكر. هذه مخزن للمرتزقة. تم هذا هو المعسكر، هذا هو المعسكر بشكل عام تم السيطرة عليه. وهذا هو الخط، وهذا هو المعسكر الثاني التابع للمرتزقة والمنافقين. وهذا هو الموقع الذي كما تشاهدون أمامكم الشاشة، الذي تم السيطرة عليه. مدفعية المرتزقة والمنافقين، وهذه أحد المدرعات. هذا الطيق مغني تركوها المرتزقة، هذو بالفرار معسكر كل عتادي. هذا الغداء حقهم طري، عادة طريها. هذه معسكرات العدوان السعودي الأمريكي، هذه مدرعات العدوان السعودي الأمريكي. أهم أبطال الجيش والجيش الشعبية يسيطرون على كل هذه المدرعات. يا الله لك الحمد. أحد المرتزقة الذي باع نفسه بالريال السعودي إلى جهنم. جريح المرتزقة أو قتيل المرتزقة الذي فضوا هذه تم إعطابها والقادم أعظم. أحد أسرى المرتزقة. أنت عزيز؟ صحيح. سالم سالم الأبيض. وين قاعد؟ اثنين من المرتزقة هذه باعوا انفسهم بالريال السعودي، تم اسرهم فينا في الحرب. انت تم اسرهم وادي ملك وادي ملك الا قوة هدي الا الحمد. هذه جثث احد المرتزقة، والله ان مصيرهم سيكون هكذا. وهذا احد بطايقهم. هذا الجثث تحت المرتزقة. هذا الجثث المنافقين. نحمد الله ونشكره. أربعة أسرى من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، دي باعوا نفوسهم بالريال السعودي. هذا لكن مع أسرهم جبهة نهم. الاسم حاشد ربيع راشد محمد عبد الهادي. جليل عتيق مسعود الحاج. عامر درهم رسال.
لا تم أسرهم في جبهة نهم جرحهم في أيدي هذا أحد القتلى المنافقين. هؤلاء الأسرى الذي تم أسرهم في جبهة نهم. هذا هو أحد الجثث من حق المرتزق المنافقين. جثث أحد المنافقين لقى مسرحه أمس الليل. أحد الأسرى. أنا اسمي فرج محمد راجع الحاتمي. زرت أنا فتبه هذه. تم قتلهم وأسرهم وتم الغنائم بحمد الله. هذه أحد جثث المرتزقة الذي ولوا تركوها هاربين. يا ربي لك الحمد. هذا أحد أسرى المنافقين جريح. هذا أحد قتلى المرتزقة الجيش السعودي. والله تعامل أخوه وطيبه عادي عادي عادي. هذا أحد المرتزقة. حور هذه بطاقته. يلا الغنائم باقي الغنائم يلا. هذا أحد الأسرى. حر على المطاوع. من أين اسمك؟ أنا مهيب وأنا مسعد الجامي. هؤلاء عملاء تم القبض عليهم وهم يتسللون إلى. إذن كما نلاحظ يتم إظهار الأسرى واحدا تلو الآخر وأعداد كبيرة كما هو واضح أمامكم في الشاشة. يظهر عدد كبير من الأسرى كمجموعة واحدة ويتم نقلهم إلى أماكن آمنة بعد أن استهدف الطيران العدوان عدد كبير من المرتزقة وهم يولون هاربين. ونلاحظ أن هناك أطفال بين هؤلاء. بعض الأطفال يزج بهم العدو في هذه المعركة الحاسمة. الآن يتم تجميع الغنائم من معسكرات العدوان قبل أن يستهدفها الطيران. فقد تمكنت قواتنا بفضل الله من الحصول على عدد كبير جدا من الغنائم، منطقة عسكرية بأكملها وأعداد كبيرة من الألوية التي تم السيطرة على عتادها بالكامل من مدرعات وأسلحة متوسطة وخفيفة. هذه فيها أدوات صحية، هذا فيه من العلاجات وجبل المنارة. محمد علي العدو. إذن صحيح أنا مش العملية اللواء، نائب عملية اللواء. نائب عملية اللواء ذاك مني خريج كلية من أقدم اللواء الضباط اللواء 133. لا في المنارة، أنا كنت مسؤول عن المنارة. في الدقائق الأخيرة طلعت مسؤول عن المنارة. هذه دبابة المرتزقة. يا ربي لك الحمد يا الله، كانوا يشقوا لهم خط لكن الله مكننا عليهم. هذا نحن نتجول في معسكر الفضة. سيظهر لكم حجم الإعداد الذي كان قد أعده العدو في مديرية نهم، حيث كان يعتبر نهم خلفية له للانطلاق والتحرك إلى العاصمة صنعاء، وكان قد أعد فيها من المعسكرات الكبيرة والكثيرة للتحرك منها إلى العاصمة صنعاء وإقلاق الأمن والسكينة العامة. هذه هي مخازن المرتزقة تحترق. يا ربي لك الحمد. هذه دبابة اغتنموها الجيش والجنة الشعبية. هذه بعض الآليات والدبابات بعد أن قام أبطال الجيش والجنة الشعبية بتفعيلها والتحرك بها لمواجهة العدو. ومنها بعض هذه الدبابات تحركت من بعض المناطق المجاورة للتحرك لإسناد الجيش والجنة الشعبية من قوة المدرعات وكذلك القوات الأخرى. هذه الدبابات التي غنمها الجيش والجنة الشعبية. يا ربي لك الحمد. يا ربي لك الحمد. هذا أحد المدافع الذي كان يعني لم تأمن السعودية مرتزقتها عليه، وإنما كان هناك عدد من الضباط السعوديون يقومون بتفعيل هذا المدفع باتجاه مناطق سكانية قريبة من العاصمة صنعاء. الدبابة تم اغتنامها من قبل أبطال الجيش واللجان الشعبية من معسكر 312 مدرع. هذا الدبابة تحت الشبكة كما تشاهدون، هذا في معسكر الفردة تم اغتنامها. هذه كما تشاهدون المدرعات. يظهر لكم أعداد كبيرة جدا من الآليات والمدرعات التي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية.
هذا معسكر ثوابت وادي ملح. ويا ربي لك الحمد والنصر الا من عند الله. هذا مجهد الجيش والجان الشعبية. الغنائم يتم التفعيل فيها ما يفعلها المجاهدين الآن كما تشاهدون الآن بصوت الصورة. يا ربي لك الحمد. عسكر أفضل قوة يا مؤمنين قوة فوقهم. هذه أيضا بعض المخازن في معسكر الفرضة. يا ربي لك الحمد. هذه هي دبابة المرتزقة. وهذه مجموعة من الصواريخ معدات سلاحة. قنايم العدو تم السيطرة وتحريق الدبابات حق المرتزقة العدو على السعودي على الأمريكي. هذه من إحدى قنايم آل سعود وإن شاء الله بنرجعها. الآليات والمدرعات وكذلك الدبابات قدرت بالمئات، ربما تصل إلى أكثر من 300 إلى 400 آلية ومدرعة التي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية والذي تم أيضا تدميرها وإعطابها. الآن أبطال الجيش واللجان الشعبية يسجدون لله شكرا على هذا النصر العظيم في عملية البنيان المرصوص. هيفعلوا هالمؤمنين عاد يحرقوها. هذه بنفعلها برك مجاهد لا داخل الرياض فيها. هذا احد الغنائم العدو. هذا ما يسمونه بمدفع جهنم الذي كان يستخدمه قوات العدو السعودي باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية وضرب اهداف ايضا مدنية في مناطق نهم. هذا احد الغنائم حق مرتزقة العدو. احد ابناء الجيش واللجان الشعبية قام بتشغيل حافظ مرتزقة العدو. يظهر في هذه الصور أن هذه المدرعات سعودية وإماراتية كانت تشارك في هذه المعارك. بعض الآليات والمعسكرات بعد أن تم إحراقها في مديرية نهم. هذه دبابة تحرق كان بحرقها الجيش الجان الشعبي ما تشاهدون. هذه دبابة فوقكم. هذا كما تشاهدون دبابة وهذه الدبابة الأخرى وهذه أيضا دبابة. هذا قلاب ومجي موتر عدة معسكرات. هذا المعسكر الرابع كما تشاهدون أمامكم. الله نشكره. هذه مدرعاتهم وصياراتهم. فضل الله يا مؤمنين بفضل الله. فضل الله فضل الله كتب الله أجركم يا مؤمنين. هذه بعض المشاهد الليلية تظهر فيها احتراق بعض الآليات والمدرعات. هذه سيارات المرتزقة أدقمهم ومعداتهم يحرق. هكذا سوف تحرق معسكرات العدو الباقية وكما قتلوا الأطفال وأجرموا سوف ندقهم ومصيرهم كمصير هؤلاء ومصير مخازنهم كمصير هؤلاء المخازن. وهذا أسلحتهم وهذه قاعدتهم معنا. هذه هي غنائم مرتزقة العدوان اغتنمها ابناء الجيش واللجان الشعبية. كما تشاهدون قال مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للمنطقة العسكرية السابعة. هذه هي هذا مركز القيادة والسيطرة الرئيسي للمنطقة العسكرية السابعة التابعة لقوى العدوان. كما هو واضح أمامكم يظهر حتى العلم السعودي فيها وقوات العدوان. يظهر أيضا حجم التخطيط ومستوى ما وصلت إليه قوات العدوان أنهم كانوا يريدون ويخططون للعاصمة صنعاء، حيث تظهر الخريطة مشاهد واضحة لمديرية نهم بالكامل بجبالها بوديانها بكل ما فيها. هذا هو مكان السيطرة والقيادة المرتزقة والمنافقين. تشاهدون
تشاهدون هذه سواتر ترابية على المباني، والسوات لا توجد إلا للسفارات. هؤلاء المجاهدين كما تشاهدون ما زالون يتقدمون حتى مفرق الجو. يا ربي لك الحمد. الآن ستظهر المواقع العسكرية تباعا وباتجاه نقيل الفرضة وكذلك باتجاه مفرق الجو. يا ربي لك الحمد. هذا أحد المدرعات. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله يتعيون النصر. هذه هي الخطة. وهؤلاء المجاهدين بيتقدمون. هذه هي المدرعة. لقد سيطروا عليها المجاهدين. يا ربي لك الحمد، هذا كل فضل الله. الله مخلفتهم. كما تشاهدون هذه غنائم قذائف المدفعية. اللهم المجاهدين دائما متقدم. تشاهدون هذه هي نقطة بوابة النصر التي تم تظهيرها بإذن الله. يا ربي يا خصوب، يا ربي يا خصوب. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله يتعيون النصر الإسلامي. من درعات العدو لقد اغتنمنا. يظهر هذا المعسكر وهو معسكر في مفرق الجوف. بعد أن تم السيطرة عليه بالكامل بفضل الله سبحانه وتعالى، ويظهر عدد كبير من المدرعات التي اغتنمها أبطال الجيش واللجان الشعبية، وسيتم تفعيلها بإذن الله باتجاه قوات العدوان. وهذه هي أحد المدرعة التي تم غنمها المجاهدين من المرتزقة. يا ربي لك الحمد. اللهم لك الحمد. الله يشكرك. من القوة. أقدر أقتنم المجاهدين. هذا مخازن المناخير في مفرق الجو. هؤلاء مجموعة من الأسرى الذين سلموا أنفسهم لأبطال الجيش واللجان الشعبية. حياكم الله. هرجال حبوب. مظهر أو صورة جوية لمفرق الجوف مع السوق المتواجد هنا. هذه هي الخريطة كما تشاهدون، خط صنعاء، الجوف، مأرب. حتى الجرحى من المجاهدين كان لهم دور بطول في هذه العملية وشارك عدد كبير منهم. هذه غنيمة يا رب. طبعا الصرخة في مفرق الجوف. هذا فخر الصناعات الأمريكية من المدرعات والآليات تصبح تحت أقدام أبطالنا من المجاهدين. المنطقة العسكرية السابعة وهذا التحسين التابع لمرزقة الجيش السعودي بحول الله وفضله. هذا بوابة النصر الذي يسموها مرزقة الجيش السعودي. وتم إحراق من فضل الله. يا ربي لك الحمد. لك الحمد يا ربي. هذه الحشوات وهذا صاعد هوان، هذا حشوات الهوان. وهذا ايش؟ وهذا ايش من ذا؟ هذا سلاح 579. هناك كميات كبيرة من الغنائم من الأسلحة المتنوعة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة غنمها أبطالنا في مختلف المناطق، سواء في نهم أو في الجوف أو في مناطق أخرى. هذا الدرن اللي جابرني. هلا ونس برفمان. جي تم رفع علم اليمن عاليا ليرفرف فوق جبال نهم وكذلك المناطق التي تم تحريرها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا المجاهدين يقومون بسجدة شكر. الله أكبر. الله أكبر.
هذه ثبت النهرين بعد أن تم السيطرة عليها من قبل أبطال جيش الليان الشعبي. الآن يقومون بالتقدم للالتفاف على تباب عدن هنا في منطقة الجرشب التابعة لجبال يام. الآن جولة لعدسة الإعلام الحربي في المناطق المحررة التي تم تحريرها وأبرز المشاهد، وكما يلحظ أمامكم المئات من المواقع العسكرية التي تم تحريرها، وهي من أبرز المواقع والمناطق الحاكمة في مديرية نهم، وكان يعتبر العدو أن تحريرها من المستحيل، ولكن أمام تحرك أبطال الجيش واللجان الشعبية وبقوة الله وبفضله تحررت هذه المناطق الهامة والاستراتيجية في غضون أيام. الكشم المنافقين، وهذا خيام المنافقين. حتى خير المنافقين، وهذا شهر مساكنهم، وهذا مساكنهم، وهذا أحد الأسرى. البطاقة جمعة بزها. شنو الله الشعب؟ شراعي. ها؟ شوقي شراعي. كيف؟ اسمك رباعي. شوقي صالح حسين الشراعي. محافظة وين؟ عمرة. إسكاخ نس الجبل. من أين؟ من عمرة. من أين؟ من ذل. هذا هو مفرق الجوف، هذا أحد الغنائم. والله إن الطقوم عدو تم إحراقهم. طعون الله. هذا أحد تركته تحت أقدام المجاهدين بفضل الله ورعايته. هذا تقوم المنافقين. قوه يا رجال، اضرب 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 فوقهم يا رجال، اضرب. قوه يا رجال. قوه ينصر ربي، قوه الله يكتب أجركم يا رجال. هذا ذخائرهم، انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا ذخائرهم، ذخائر نيمس، وهذا ذخائرهم. قوه قوه قوه. أوقف يا مؤمنين، أوقف. هذا أبطال الجيش يقوموا بإقتحام المواقع والتقدم إلى المواقع والسيطرة عليها في جبهة دير سيلان محافظة الجوف. يلا على واحد، على واحد، على واحد، على واحد. هذا أبطال الجيش، الجيش يقوموا بالسيطرة على المواقع. يا ربي لك الحمد. الجيش يتقدمون من المواقع للزقة. يا ربي لك الحمد. الكل مجاهدين يتقدموا على المواقع. هم أبطال الجيش واللجان الشعبية الآن يسيطرون على تبة اليمانية. نطلع على قريب وهو الأعداء. هم منافقين الآن سيبلون بالفرار إن شاء الله. قوه يا رجال، قوه. أيضا يظهر أمامكم الآن هذه المشاهد لعدد كبير جدا من الآليات المدمرة التي تم إعطابها في أوقات سابقة وكذلك في أثناء العملية، وهي تظهر في الفرضة وكذلك باتجاه في نقيل الفرضة باتجاه مفرق الجوف. هذه الأعداد كما تشاهدونها أمامكم أعداد هائلة وكبيرة،
وقد حرصت القيادة على إبقائها في هذه المنطقة لتكون عبرة للناس ومشاهد أسطورية لأبطال الجيش واللجان الشعبية توثقها للأجيال بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن ننتقل أيضا إلى عمليات أخرى في محافظة الجوف، منها تطهير مديرية المتون، وكذلك مشاهد بطولية لاغتنام عتاد عسكري كبير، وكذلك لعمليات التحرك والتقدم وقتل المرتزقة والأصل. فيها تشهد تظهر في هذه المشاهد مشاهد بطولية لأبطالنا من الجيش واللجان الشعبية. نكتفي بهذا القدر من المشاهد وننتقل إلى هذه الرسائل لقوى العدوان. تؤكد القوات المسلحة أن كل ما تحقق من نصر خلال عملية البنيان المرصوص أنه بفضل الله وتأييده ونصره ورعايته للمجاهدين. العسكرية اليمنية حققت من خلال عملية البنيان المرصوص إنجازا استراتيجيا مهما يضاف إلى تاريخ العسكرية اليمنية الحافل بالبطولات والتضحيات في سبيل الله دفاعا عن الوطن والشعب. العملية لم تكشف كافة تفاصيلها، لا سيما فيما يتعلق بالتكتيكات العسكرية، وسيأتي الوقت المناسب لكشف تلك التفاصيل كونها أسرار عسكرية في هذه المرحلة. معنويات مجاهدين يحفظهم الله وإيمانهم بنصر الله وتأييده وثقتهم بعدالة قضيتهم كان أحد أبرز أسباب النصر الاستراتيجي الذي تحقق في عملية البنيان المرصوص. ضرب المجاهدين يحفظهم الله أروع الأمثلة في الإقدام والشجاعة والصبر والصمود ومواجهة مختلف الظروف غير آبهين بحشود العدو ونوعية سلاحه وتفوقه الجوي. تحركوا فأنجزوا وسطروا ملحمة عسكرية وثقتها بالطبع كاميرات المجاهدين من الإعلام الحربي. القوات المسلحة اليمنية تجدد تثمينها الكامل للدور المشرف لقبائل مارب والجوف وصنعاء، وتشد على أيدي كافة الشرفاء من أبناء بلدنا العزيز للمشاركة الفعلية بمعركة التحرير والاستقلال. تطمئن قواتنا المسلحة كافة أبناء محافظة مأرب بأن معركتنا اليوم ليست مع إخواننا اليمنيين بل مع العدوان وأدواته في الداخل، ممن يصرون اليوم على الوقوف موقف الخيانة والعمالة، رافضين الاستجابة للدعوات المستمرة للعودة إلى صف الوطن وترك الخيانة والعمالة والارتزاق. التاريخ يا أبناء مأرب، التاريخ سيحفظ مواقفكم في صفحاته. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء يحيى السريع. إلى اللقاء.